النفاخ الرئوي الخلالي، انغلاف الأمعاء وتضيق البواب الضخامي، التنابل سواء الانفصاص. واجه طبيب فني الأشعة عقبا مهمة في التعاون مع الأطباء، يعني تعاونهم وصعوبة تثبيتهم مما قد يؤدي إلى ظهور عيوب تقنية في حدة العناصر أو غير ذلك. يعني من أهم التحديات واجه طبيب الأشعة والطبيب هو الطفل، الطفل اللي بيحكي وغير متعاون ويخاف من أجهزة الأشعة، وذلك يظهر معنا تشويش حركي أثناء إجراء الصورة الشعاعية، يظهر معنا عدم تناظر، والطفل محسن يعبر عن حاله ولكن هو عنده رهاب الأجهزة أغلبية الأطفال، وذلك في صعوبة التعامل معهم. لذلك راح ناخذ فكرة أول شيء عن التيموس أشعة الصدر عند الأطفال. أخذنا السنة الماضية أردناكم بالأشعة قطة الصدر، في نص قطة الصدر لازم تكون متناظرة، بحيث نفس القصة الترقوي يكون نفس المسافة بين الناتج الشوكي الفقرات الظهرية العلوية، الفقرات الظهرية العلوية 4 و5 لازم تكون واضحة، والفقرات خلف القلب تكون عبارة عن أشباح فقرات. متى ما ظهرت الفقرات خلف القلب معناه في عندنا أثار الصورة في الأشعة، عندنا أشعة زيادة. أبردنا أشعة زيادة إذا كان في فقرات خلف القلب ظاهرة، بعد ذلك لازم يكون فقرات خلف القلب عبارة عن أشباح، والفقرات خلف الرغامة واضحة. هيك نقول إنه الصورة شوي لازم الطفل يكون آخر شيء خايف من الصعوبة مثل الكبار، الكبار بالسبعة وثمان أضلاع أمامية والتسعة خلفية سالة 11، بينما عند الأطفال نقبل بست أضلاع أمامية حتى الصورة شيء. أنت وحظك طفلنا بتحس تقول خذ نفس أو احوس نفس، فنعين تحضير الصورة على الشهيخ لما الطفل يصرخ يقول ناخذ الصورة هيك صراحة، وأنت وحظك يطلع الصورة شهيقية أو زفرية. الصدر دائما ناخذ رؤيه، دائما ناخذ رؤيه مشان السويد السائل الغازيه ومشان الهلال الغازي تحت قبتي الحجاب الحاجز. مش غده التيموس هو عضو الانفاق، غده تتوضع في المنصف الامامي الصدر، ومن الاعضاء التي تشاهدها عند الاطفال ولا تشاهدها عند الكبار. الكبار يضمر تقريبا تناقص مشعر وزن التيموس إلى وزن الجسم مع تقدم العمر والحمية الأخرى، تناقص حجم التيموس مع العمر، يختلف حجم شكل التيموس من طفل لآخر ويتنوع طبيعي شكل حجم التيموس. ممكن يعطينا علامة الشراء صورة الأمامية 35 يكون أيمن المنصف الأمامي. أنا أشوف الصور دكتور يعطيك العافية مشاركة شاشة لا ما في مشاركة شاشة والصوت ضعيف شوي قاعد يقطش.
تمام هيك شباب؟ تمام؟ هل تم مشاركة الشاشة؟ ايه تمام، ظهرت مشاركة الشاشة بس لسه ما في محاضرة، ملف ما فاضي. الشاشة ظاهرة بهل الصباح؟ دكتور ظاهرة ظاهرة بس ملف المحاضرة ما محطوط عنه. ها؟ ملف المحاضرة ما محطوط عنه. نعم اسمع. بس شارك مشاركة واضحة بس ملف المحاضرة ما محطوط عنه. بعرف ملف المحاضرة شو بعطيكم يعني؟ الو طيب دكتور نكمل وش لك المحاضرة بعت لكم يا بعت للمسا لازم يكون عند أي حد منكم طيب شباب الصوت واضح؟ ايه دكتور بس مو كثير بعيد الصوت اذا زيادة عرض المنصب نقيس المسافة بين الأذين اليمنى او بعض المراجع ممكن نحدد ان نعمل خطأ على خط الناصر خطأ عمودي ونعمل ابعد مسافة من الأذين اليمنى نسميها مسافة ايه وأبعد المسافة من البطين الأيسر والعمودية على الخط الناصر نسمي مسافة بي نجمعهم ونقسمهم على المسافة بين الزاوية الضلعية الحاجزية بالطرفين نسمي مشرع القلب الصدري عند الأطفال لازم يكون أقل من 60 وعند الكبار لازم يكون 50 فما دون متى ما زاد مثلا القلب الصدري أكثر من 60 للأطفال نضع في ضخامة وإذا كان أكثر من 50 كبار العمر نقول في ضخامة غير القلب الصدري نشوف إذا كان الأطفال في ضخامة تشوف زيادة المنصف الأمامي أو زيادة أعضاء المناطق في أربع شرائح من ستة منها تيمون أو تيموس أو تيمون أورام فاتن تيمون أو تيموس أو تيموس حتى بالعكس إذا تحت الأربع سنوات هي تيموس حتى بالعكس كتل المنصب الخلفي هي إيش الكتلة الصدرية الشادة عند الرضع وأهمها النيوروما أو النيوروبلاستوما تيموس في صورة الصدر البسيطة يأخذ شكل الشراع يعني سين ساين مهما بلغ حجم التيموس الطبيعي تبقى هناك علامة شعاعية مميزة له وهي علامة التلمة وهي زاوية بين ظل التيموس وظل القلب حال حدوث رئة صدرية عند الطفل تبقى علامة التلمة موجودة ولكن يحدث اضطراب بين ظل التيموس وظل القلب حيث يرفع الهواء في المسافة الحرة بينهما شايفين حسيا بس كثيرين ديستريس عند حديث الولادة الوليد حديث الولادة والطفل نحن في الولادة حتى لغاية الشهر الأول
بعد شدة تنفسية عند حديثي ولادة إلى أحد الأسباب الأربعة الآتية. يا أما لما نقول شدة تنفسية أرديس، إذا أرديس شدة تنفسية إما داء نفسه إلانية أو ذات الرئة الرطبة أو عسر التسرع التنفس العابر أو استنشاق العقيق أو ذات الرئة عند حديثي ولادة. إذن الأرديس هي أربع شغلات: داء نفسه إلانية، استنشاق العقيق، وأسرة التنفس العابرة عند حديثي ولادة أو يسمونها ذات الرئة الرطبة أو المبللة أو ذات الرئة عند حديثي ولادة. نبلش بداء رخش الهيالينية، هيالين من براند نسيز اختصار HMD، هو من أشهر أسباب الشدة التنفسية وأكثرها خطورة. أكثر ما يتعرض له الأطفال خدش، إذا كان العمر الفمي، كلما كان العمر الفمي أقل كلما زاد حدود الشدة التنفسية. وذلك دائما نوصي الطفل كل يوم بطن أمه هو أحسن من 10 بالفرن. أما أحيانا يكون في ضرورة خطر على حياة الجنين أو خطر على حياة الأم مثل انسمام الحملي، أو أحيانا يكون نقص نمو داخل الرحم مثل IUGR. IUGR كمان نعمل لأنه في تألم جنين يصير في خطر على حياة الجنين، نعمل ولادة باكرة بس أن الطفل خدج. أهم أسباب الشدة التنفسية هو الخداجن، ينتج عن نقص كمية السورفكتانت الذي يساعد على انفتاح الأسناخ الرئوية بشكل مناسب، يعالج بإعطاء تطبيق مادة السورفكتانت بعده يوم مناسبة للأكسجين. المعالجة المديدة بتمديد الضغط الإيجابي تؤدي بحدوث نفاق رئوي خلال الاستمرار من هذا المعالجة التهوية الضغط الإيجابي والمنفسة يحدث الكثافة الرئوية عند الحديد يجب أن تعتبر HMD. إذن أي كثافة رئوية متناظرة حبيبية بالطرفين عند الحديد يجب أن تعتبر HMD حتى يكون العكس. في علامات هذا نقص التهوية، إذا الفرط في كثافة عند الرئتين ذات منظر حبيبي متناظر، تعطي علامة ارتسام القسم عند التهوية قسم الأحيان السواء الموجودة بالأسنان تكون مقصبات مهوات، تعطي علامة ارتسام القسم في أول أي رسول كثافة. المنظر الزجاجي مفهوم جراوند بلاس أو منظر الشبك الحبيبي يجي بنزوء السوائل من الأسناخ على منظر حبيبي للرئتين. إذا الزجاجي مفهوم هو منظر الشبك الحبيبي عدم وضوح حواف المنصف انحاء حواف المنصف وعدم وضوح قبتي الحجاب الحاجز وندرة وجود الغازات البطنية نقطة تشخيص داء نقش الهيالين سريريا ولا يعتمد على الأشعة الوحدة. إذن التشخيص السريري شعاعي ما معتمد على الأشعة الوحدة، ولكن إحنا مادة الأشعة نبحث عن علامات الشعاع اللي هي نقص التهوية، زيادة كثافة الرئتين بشكل متناظر، منظر حبيبي خلالي، منظر جراند بلاس أو ريكتو يولر جرانيولر، إذن شبكي عقيدي، شبكي حبيبي أو عقيدي.
غياب غازات المحمية أمامها، كل شيء أشم إنذار أو شدة الشدة الانفلاسية، المحاح حول القلب والمنصفة حول الحيوية والحجاب الحاجز. إذا التشخيص السريع كل كذا محمد وخديجة مالك أشعة المرضى الضرورين سلسلة الأكمام مصدر غياب العلامات الأخرى إعداد الرئة أو استنشاق العقل هي كمان علامة مساعدة لتشخيص داء نقش الهيئة الأنية. قد يتأخر حتى 48 ساعة ولكن بعد ذلك من غير الممكن أن يشخص داء المريض داء نقش الهيئة الأنية بعد 48 ساعة بعد يوم ما بنشخص من غير الممكن. يشفى داء نقش الهيئة الأنية خلال أسبوع وسطيا. من نادر إلى نقش الهيئة الأنية إلى صداب جنب المقاومة على الأسباب الأخرى وتنعدم الشدة النفسية عن حديث الولادة. علامات انخلاج عصب الصدر، ترقب أو غياب الشحم تحت الجلد، غياب مراكز عظم رأس العضد، لأن غياب مركز عظم رأس العضد يظهر المركز في نهاية الحمل الطبيعي عادة ما يتأخر ظهوره من الخبج في العمر من 3 إلى 12 شهر. إلى غياب مركز عظم، ترقق أو غياب الشحم تحت الجلد، تواجد تنبيب رغامي وهي علامة سوء الحال العامة، وكنت شوف تنبيب رغامي لما يبدي المدرسة. العصمة التنفسية العابرة أو موجودة بالماء مراكز ذات الرئة المبللة ذات الرئة الرطة، إلى أيضا طلبنا في الإرادة أو الأدونة وهو تشخيص سريع ينتج عن تأخر اكتشاف السوائل التي كانت تمنع الإنفاق من داخل الرحم الحاجين. سيشهد هذه السوائل في الحالة الطبيعية في الوسط الأولى الثانية، سيتم نية عن بعض القصبات إلى موقف من أعطى الأدم، سيتم نية بشر الغرر المدينة والغرر الشامل، و 30% عبر المصر. وذلك أربعة مبكرة مرتفع الرؤية فيه مشان استنشاق السوائل، كمان أولاد الطبيعية تساوي 30% عشان حصر استخراج السوائل من داخل الأسنان. ولكن شاهدها عند مرضى الموجودين قيصرية أكثر، حدود متعددة للصفات النفسية العاطلة الدولية لا تخلص مشكلة أصل عوارات الصدر نقص بوشين تدخل الدم وحمر أحمر وأحمر الظواهر الشعبية التفرع عرضنا من السوائل منبع الشعبية التفرع غير قلبية تنشأ وشكرا بات أو قصبية رئوية مع عدم ضخامة قلبية. كنت شغل بالسماء الجن وكل مسكية نتالية قدرية بعكس ذلك الشيء هل إن يكون رئيسي أمامنا نعب خلال يوم أو يومين 24 ساعة إلى 48 ساعة كحد أقصى تقريبا، بس أنا مراجع الأطفال حتى 72 ساعة. راجعونا يا الله يا شباب، مين اللي راجعنا إياها؟ مراجع الأطفال شباب، حدا يسمعني؟ ألو؟ إيه سامعين حكيم. دكتور ممكن تعيد السؤال؟ ذات الرئة المبللة أو ذات الرئة الرطة أو الشدة التنفسية العابرة
في مراحل الأطفال من كيف بتصير فيها شفت لبقى 92 نحن بالأطفال أخذناها يوم الأحد إنه المعلومة إنه الأعراض بتستمر من 48 ساعة ل 72 ساعة، ويعني الإنذار جيد جدا وبتتحسن عفويا. إيه أنا بتذكر هيك، أنا بتذكر باري هيك أنا، بس بدي معلومة أكيدة. راجعون المعلومة. مين شو اسمك أنت؟ مريم بكور. هلأ يعني أنا طالعت من كتاب الأطفال يعني عشان المعلومة تكون صحيحة 100%. إيه شو اسمك أنت؟ مريم بكور. مريم بس جاي شوف المعلومة هاي نفس فيها إن شاء الله. المتلازمة الثالثة للأشبة التنفسية هي متلازمة استنشاق العقل. يتكون العقل من فخاخ وحيوانات وأحواض سطحية فترات أحواض كلوية، وهو أول ما يتموضع في الخلال أول 12 ساعة. في حال الشدة الجنينية أنه الجنين يتم الإفراغ والتلوث من السائل الأمين والسين، بما أنه السائل الأمين هو الهواء الذي يتنفسه الجنين، والجنين هو يتنفس سائل الياسين الذي يعتبر من طول الجنين بالإضافة إلى الرئتين والأغشية سكن السائل الأساسي. في حالات الشدة التنفسية أو الحمل المديد أو تألم الجنين يصير تبرز داخل السائل الياسين، وذلك يتم استنشاق العقل للرئتين، ويسمى ما يسمى متلازمة استنشاق العقل تسمى داء الشدة التنفسية. حالة الشدة الجنينية فإن الإفراغ أو التعوض يكون ضمن السائل الأمنيوسي، وذلك في 10% من الحالات، ولكن 1% فقط من الحالات يعني الأعراض التنفسية في 10% من الحالات، ولكن 1% 1 من 10 يعني 1 من زين الأعراض. إن السير السريع لاستنشاق العقل يضم مجالا متفاوتا 3 إلى 5 بعيد عن معدات عمر السير والسفر بالشكل الطبيعي إلا بعد السنة الكاملة. ثلاثة أعراض قد تستمر السنة الكاملة. شعرية نفات المائية وخشنة غير مكملة ونظرة نشوف فقط الهوية الرئوية فئتا مقطع مفاخية ونظرة وقدرت اتباع زين الأمراض ونشوف اللي يحصل ليش مثلا لو كان الجسم الأجنبي القصبة يدخل الهواء ولا يخرج من الصمام محيط الاتجاه، وذلك نشوف انتفاخ رئوي ممكن يكون عدم تناغم ونشوف اللي يحصل ليه. ذلك شيء يعني تناظر في الجانب، أما هنا شكل عقيد غالبا يكون حدي الجانب وهو عدم التناظر. إذا 25% من الحالات نشوف تهوي أو ريح صدرية تهوي منصف. استنشاق العقل من أهم السلبيات التسريبية. السبب الرابع ذات رئة أو شدة تنفسية على الولدان وذات رئة على الولدان هو ذات الرئة، ذات الرئة تناظر حواسني نشوف كثافة برانشينية ذات توزع قطعي مبهمة الحواف إلا إذا جاورت شق رئوي تبدي علامة التهوي القصبي، حيث تمتلا السوائل بالأسناف بينما تبقى قصبات مهواة يعطي علامة الأير في الأقدام أو التهوي القصبي أو القصبة الهوائية الملونة علامة مميزة. نادر ما تكون ذات الرئة في مائية الجانب أو تكون حديث الجانب.
وأنا حاطين الفيديو بين الأسئلة الأربعة اللي شفت نفسيها كان شغال مليون يكون حد يتمي كنت بطل مزمش الحرية أربعة يكون حد لذاء تدور أطبيعي أقل من 2 سنة وشاق الأقل كنت بطل مليون وشوف على كتابات فشلة وقائمة وشوف على الجوانب والشفاء اللي يشوفوه من الشفاء مثلا فترة كانت المسلمة داخل أنا أحس بسألة من قبل في المساعدة لكن هذا يكون مباشرين ويسلمين ويسلمين والشفاء مثلا أحس بسألة أصلي الثلاثة من الخصوص وليس لكامل الرئة يقول لا ضرر إلا حديثه ولكنهم إذن النفاق فصل الخلاري كتاب مفيد ولكن يصبح عظيم يعني صغير وبرتب الجنين أكيد في عيب كل شيء في الشكل الظروف النظامي الهواء لما أحد جانب الجسم الانتفاخ حتى بأثناء الشيء الجنيني انتفاخ رئة بس عبارة عن كل فقاعة غير وظيفي وذلك البطارية السليمة يسبب لنا أسرع التنفس والأزلة التنفسية بشكل إجمالي حالة عديدة من التعويل من عشر من الاستنفاس عدد الناس المؤمنين الشبراء في شخص أو مجرد سليم هي إصابة مصابة بذات الرئة ليش لأن ذات الرئة الفصلية أو حتى تكثف النفاخ الرئوي يكون عبارة عن كلة أو انتفاخ فص في رغم أن يمكن رجل عن الرئة السليم وذلك هو منصور طبقي بنشوف الشتاق الفص المنتفخ على الطرف الثاني ونشوف ضغط على النسيج السليم ونشخص خطأ إنه هذا النسيج المغوط هو عبارة عن ذات رئة. شوف تقوس الأوعية بين الفصاصية بسبب انتفاخ الأسناخ والفصاصات الرئوية. الضغط على البرانش الرئوي السليم هو يبين بشكل مضغوط. نشوف دفع وانفتاق لأن الفص المنتفخ على الطرف المقابل الضغط من العرض في الرخاء من العرض في الضغطين بفص المنتفخ من الأسود من الفص الطبيعي باللون الأبيض هذا الفص غير وظيفي يجب استئصاله هذا الفص المتوسط على الفص المهم الشيء عشرة من المرضى لديهم أمراض قلبية هي زي
أو عشرين السنة. أصبر في حالة من قبل ليلة الأعياد نكثر من المكسرات ومن الترابز ومن الحلويات وأنا من اللي داوم بقسم الإسعاف في أي مشفى لا يخلو من ابن أختك أو أختك أو ابنك أو ابن أخوك أو أخوك الصغير بقي فوراً اختنق وزرق وما في أي شيء جنبه وبتلاقي نسيت حقه دائما نشوف أول شيء باستنشاق جسم أجنبي نعمل من الورد هندك تعرفونها الإسعافات الأولين أنا كان الزلمة كبيرة بالعمر فنضغط منطقة الشرشوف نشيله إلى أمام الأعلى نسل من الخلف أو إذا كان طفل زي نقلبه على بطنه ونحطه على يدينا ونضرب على كتفه ونضرب على كتفه ونرفع نرفع الضغط الجسم الأجنبي أثناء بعد فترة حسب الفن اللي نزل وكثير الحالات إذا 10% نشاهد أرسال لي إشاعيا و90% لا نشاهدها سوي احتباس الأوراق في هذا الجانب تؤخذ الصورة أثناء الزفير إذا ما كان بالأضواء المنية الخلفية الغير عادية بطبيعة الأصوات أثناء الزفير يبقى انتفاخ الفص في جسم أجنبي حصلت فيها على جسم أجنبي وجوب زيادة في الظاهر الرئوية إنها من طبق محوري خماس غير شائع حسب النوع من الحالات يجب إزالة تنظير شعاعي أوسيدي في حال كون الصورة بسيطة الرئة الاستنشاقية تنجم عن استنشاق المواد الممتلئة أجسام الأجنبيين خارجية أو محتويات معدية حيث يؤدي إلى حموضة معدية أو إدمى رئوية خلالية ويترتب على ذلك إنتان شديد أو شدة نفسية RTS أسباب حدوث ذات الرئة الاستنشاقية الاستنشاق نتيجة سوء الامتصاص وظيفة البلع مثل إصابة بنقص الأكسجين أو أثناء الصلاة أو التخدير أو نشوفها من الماسور الرغامي المريض أو استنشاق نتيجة انسداد أو تقوية مالية خاصة من المريض أو انسداد مالية من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطبيعة الناكسة إما بسبب وجود جسم أجنبي نتيجة عدم إتمام المعالجة بشكل كامل ذات الأسابيع أو ارتفاع الدم أشياء أسباب الخماسة الوقائية هي وجود التنفسات العصبية كما في التأدية في الكيسي كذلك استنشاق الأجسام الأجنبية على رتق المريض لازم نقول الأمور في بعدي أي استسقاء داخل الحياة الجنينية أي استسقاء داخل الحياة الجنينية يجب أن نفكر أو ننفي رفق المريض ورفق العفش
ربط المرئي كثير تشخيص سهل يعطينا منزل بقاء للزوجة أو حتى في الحالة إذا أصبحنا نشخص حالة ربط الأمه للسلطة من الوسي وشيكت المعدة والعقد مجوزين علامة البقاء أو كيس للزوجة بينما رتق المرئي تشخيصه صعب قبل الولادة ولكن تشخيصه سهل بعد الولادة المري غير لأحسن المراكز العالمية حاليا شبابنا مش فراحة ست حالات اشتغلوا بنجاح الحمد لله وعدة مدارس جراحية لعمليات ثلاثة قمرية شو عاليا ندخل المؤلف المعدة ونشوف اللف نحط المادة ثاني منظر أعبر الرئوي الخلايا شو يقولون غياب غازات البطن في الصورتين يدل على وجود حركة عفج الأخ الرئوي الخلالي بالماري انترستيتيان انفيزيما تجمع غير طبيعي للهواء في النصبات الخلالية حول النصبات من حول الأوعية مثل ما كان هو السبب الأكثر شوية تهوية تحت الضغط الإيجابي للحضرة المحددة من التهوية العادية أو المنفسة كما في داخل الشهية الدنيا مشرد الضغط الإيجابي الظاهرية والسبب الحواجز بين الفصوص هم اختلطات في الصدرية اليومية عند الحمى الصدرية ناقض فرد وضاحة خطية متعرجة من المنطقة السورية والشاي قبل الاستناد عن محيط الرئة لا تبدأ الاستناد مع التنفس إلا لا تتبدل مع التنفس من بعد الطبقة الفوقية النفاخ الرئوي الشمالي خامسا الريح السطرية وتجمع غير طبيعي للحواس من صفات السفنية والصفات الخلالية تجمع في الطبق إلى الكامل الحشرية وأمر ثمان تسمية إلى سلسلة الكامل إذا دخول أوامر الخارج أو من الغيرتين كان المسافة الجنبية بين وسط الحشرية والدائرة الحشرية حسب حجمها مهدد الحياة كانت كبيرة ترتبط بالتزام المرارة والإضافية والوفيات تترافق مع ريح منطقية أو تروح تامودة أو تروح أو نطلع مهد تحت الدين أي بفاشي أو الخلالي يحصل لي ليس سهلا وليس صعبا أي العلامات الصلاحية يا شباب علامات الشعير يحصل لي أخذناها بشرح واحد الدكتورين من أعطيه ثلاث علامات يحصل لي علامات هناكم خمسة غياب الابتسامات حكيم ظهور حواف ظهور حواف الورق الداخلي ورق الحشو نعم علامة ثانية تمام فرق وضاحة
مصري أو مين؟ علامة الشق العميق من التجارة الاثنين، شوف على هذا الشق العميق. نعم خلفاء ما خلينا نحن الآن. كمان سهل هلا وجود طبعا محوري صراحة شخصني لا استطيع ان انصف لي بسهوله بوجود الطبقه المحوريه، لكن علامه الشق العريض الشق العميق. ثانيه جديه عند حديثي ولاده بتشخصنا خطا بوجود الصدريه، بتابعها نشوفها مستمره لخارج الرئتين، وكمان نوعيه في السماعات الوعيه تنفي وجود الدرجه الصدريه. الطبقه المحوريه شعة البطن عند الأطفال غير لاحظ العلماء غير هو دخول عروة معوية بعروة معوية ثانية يعطي بكاء نوبي علامات استبداد أمعاء والمراحل المتقدمة ممكن يعملنا خروج مدمع هلامي يعني واقية وعلامات انسداد نعوي وذلك أي ألم مفاجئ أو نوبي عند الطفل لازم نعمل إيكو بطن لنفي الغلاف النعوي. كتلة الغلاف النعوي إنه مثال 6 أشهر إلى سجين، ولكن أنا شايف الناس الكبار شايف 12 سنة غالبا ما يكون في سبب يكون على الغلاف الغلافي شايف من السوري شايف من الحالات اللي شايف شوفها 10 6 أشهر إلى 6 أشهر ما نستخدم حاليا تشخيص بالايكو ورد وصدد اسفيرون فيزيولوجي ركب قسطره دوريه نستخدم قاعده الثلاثات نرفع الاسفيرون 30 ملي محاوله 3 دقائق ولا 3 محاولات ومسرب السائل عبر الشرج فيرد الغلاف مع تمثيل بسيط بالايكو الغلط في خطر للانتقال سوى الحالة العامة كمان لازم ما نحاول نرد الغلاف عدم وجود تروية تنموية في الإدارة الرجعوية من حول هذا لكن في الحالة الثانية ممكن نحاول نرد الغلاف بدون ما نستخدم دعم الجرح الرد لطيف وتحت ضغط المفهوم أن يكون بصغيرة وتحت صيغة البواب الولادي هو فرط تصميم المجهود في العضلة الدائرية للبواب يؤدي انسداد مخرج المعدة الحدوث 1 بالألف والصيغة الذكور من الإناث 4 إلى 1 الذروة تكون 3 أسابيع بعد 3 أشهر ما في سنين خلال 3 أشهر صيغة البواب الولادي هيئات نحورية بالعادة بعد كل رضاعة تبدأ بعد الأسبوع الثالث عادة إطراف طريق الأبواب مع ثلاثة قمريين أو عصور رهان مريئي وفتح حجابي
أو حسب أن كنا وشد ذلك اليومين الموجودات على النيكون توسع مع النجوم شوف حركات سوية مظهر اليرقة المادة متوسعة وشوف تطاول عدد البواب أكثر من 14 ملم والسماكة أكثر من 3 ملم يكون كافي قليل من الصورة ظليلة صراحة ناظر سوء الانتصاص مظهر هو مجموعة من الإصابات التي تؤثر على العظم وامتصاص من أمثلتها أداء الزلاقي وحساسيته للأطعمة والسعرة المئوية وشوف انقلاب من المستويات الصائمية الأساسية في العادة تكون الثنيات أو الزغابات صلاحيا الزغابات المخاطية تكون منتظمة تكون غزيرة بالصائم تكون أقل مظهرة للكفاف وحالة هذا الامتصاص نشوف العكس نشوف تحصل المادة الدليلة نشوف اقلامها أو توزيعها بشكل فولاني وعدم انتظام اللمعة نشوف بطء في مرور المادة الظليلة من الأمام فقد نشاهد منظر النابض والمفروض تفسير خارجي بسبب حصول عدة انغلافات غير صادة ممكن نشوف في اسمه الانغلاف الرموش هذا يكون تكون بالعادة أقل 3 سنتيمتر المنطقة الطولي تكون على شوية القلب بعض وتطلع اسم الانغلاف الرموش كثير نشوف ما لازم نخرط فيه بين الانغلاف الحقيقي اللي بالعادة أكثر من 3 سنتيمتر والعرب. يعطيكم لكم شباب الله يعطيكم العافية. كان ودي أن أعطيكم من درس عملي استخرنا راح أبعث لكم الملف ممكن أعطيهم الأحد تشريح البطن والفوض. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ والله يعطيك العافية أخي. الو يعطيكم العافيه راح بعطيكم ملف التشريح البطن والحوض ممكن نعطيه يوم الاحد نشوف اذا ممكن اجيكم على الكليه نعطيكم تشريح البطن والحوض ماشي الله يعطيكم العافيه والله يعافيك السلام عليكم